السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل عمود يونيك زي دوت من الأعمدة الكلاسيك. طيب هفتح برنامج الريفيت واقول له فايل نيو فاميلي، واقول له ان انا عايز اختار عمود ده في التمبليت. اوكي وبعد كده هقول له مثلا ان انا من الاليفيشنز هبدا ارسم العمود بتاعي من كرييت، وهقول له ان انا عايز ارسم ريفولف، وابدا ارسم القاعده بتاعه العمود بالشكل دوت. ممكن نيجي كده خلي دي لاين، هي ملهاش شكل ثابت يعني، فانت حسب شكل اللي انت عايزه، بس احنا بنوضح الفكرة بتاعتها. ده الشكل وده الاكس بتاعه. فاحنا رسمناه بالشكل دوت. هنيجي بعد كده نكمل العمود بتاعنا. طبعا ممكن نقعد نرسم ريفرنس بلين عشان نتحكم في المسافات زي ما احنا عايزين، وده ممكن نقول له مثلا احنا عايزين نعمل له موف مثلا من هنا لهنا. اقول له ان انا عايز اعمل اكستروشن على شكل دائري اهوت، وخليه مثلا 2500، وهقول له مثلا ان ده هيبقى من اول العدد ديت، اقفل عليها وخليها بقى تكمل لحد ما انت عايز بالشكل دوت. طيب لو احنا بصينا للصورة هنلاقي ان في زي تجويف كده على الحدود بتاعتها. فهاجي هنا اقول له في الاليفيشن انا عايز ارسم كرييت فويد، واقول له ارسم لي ممكن نختارها ريفولف بالشكل دوت، وهقول له بقى ان ممكن نخليها شكل كده ايه من هنا لهنا كده مثلا، والجزء ده هديه قوس. وبرضه دي نفس الفكرة، الاكس اتوقع هيرفض بس خليه يرفض بعد كده نشوف. ما فيش مشكلة هقول له احنا عايزين دوت، هنقفله من هنا لهنا، تريم دي مع دي ودي مع دي، ونلغي ديت واقول له اوكي. هاجي اعمل سيلكت على الفويد ديت، وبعد كده هقول له ان انا عايز اعمل اري، واقول له خليهم لي جروب وخليهم لي مثلا 20، واقول له نقطة المركز بتاعتي اس سي اهي، بحيث ان انا هقدر اقول له مثلا اعمل من هنا. وهبدأ أعمل سيلكت عليهم،
بقول له اهو بالشكل دوت. تعال نشوفهم في ال 3D تبقى عاملة ازاي. يبقى العمود كله معمول له فجوة بالشكل دوت.